أنا قلبي عم يدق بسرعة كبيرة يا بابا. أذان راجع، أنا متأكدة. أنا اخترت بنت مشان زوجه ياها لآذان. نور، بدي منك تبارك لنا هالزواج اللي حيصير. نور، اللي خفت منه هلأ عم يصير. التاريخ عم يعيد نفسه يا بنتي. ملكة رازية، آذان إجا. بابا، أمي عنده روبرو ہے روح کے ہو بہو ہے کیا دعا مانگو رب سے سامنے جب تو ہے بہو سامنے جب تو ہے بہو سامنے جب تو ہے تیرا دیدار جنت سا ہے مکمل منت سا میرا یانا عبادت سا تیرا ملنا عنایت سا ما بتتخيل قديش فرحانة بشوفتك يا روحي. يا أمي، كل يوم كنت حاكيكي فيديو، وكنتي كل يوم تقليلي يا آذان لا تبكي، وإلا كلهم رح يقلوا لك المدلل. كنت وقفك عن البكي، بس كنت أبكي أنا بعد ما نسكر. صار عندك عضلات وصرت كبير كتير يا ابني. ليش هيك عملتي يا أمي؟ ليش؟ ليش ما أجيتي على لندن؟ وليش ما خليتيني إجي؟ في قرارات لازم ناخدها لنقدر نكمل حياتنا يا آذان. إيه أمي؟
تعرفي إنه وقت تحكي هاي الكلمات تبع العبر بتبيني أحلى وألذ بكتير؟ شو عم تعمل آزان؟ شفت الملكة ونسيت ياسمين وما بدك تسلم عليها؟ أمي هي الملكة، بس خالتي طيبة وبحبها كتير. لك لا، شو عم تعمل؟ ما فيك ترفعني هيك. خالتي، كأنك عم تاكلي حلو كتير. ايه. فوق ما أنتي حلوة وظريفة، وزنك زايد كتير. ما رح تقدر ترفعني قد ما حاولت. بعدين منشوف. بس أمي، لولي، نور وينها؟ شو صار يا سفينة؟ أنا آسفة كتير جلالة الملكة، فركشت وقعت. زوجك ضربك سفينة، ما هيك؟ لا أبداً، ما ضربني. إذا بدك تلبس الأساور لوحدة تانية، فهمني ليش تزوجت لسافينة؟ جلالتك، هاي البنت مانا غريبة، هاي بتكون مرتي التانية. ولا يهمك، خلص ما في مشكلة. يا جلالة الملكة، أنت أكيد فهمتينا غلط. أنا بحب لسافينة أكثر من أي شيء. فهم إنه الحب مانو سبيل توزع منه على العالم. الحب هو الحياة نفسها، منعيشه مرة واحدة، وإذا راح ما عاد يرجع أبداً. لحظة جلالة الملكة، بترجاكي تروي وتسمعيني شوي. مثل ما بتعرفي بالدين تبعنا الرجال مسمح له يتزوج 4 نسوان، وزواجي للمرة الثانية هاي شغلة بتخصني أنا وبس. العيب إنه الرجال يترك مرته مثل ما صار فيك. حالنا. أمي، أنا بوعدك إنه ما رح خلي حدا يبكيكي. أذان، اهدى يا ابني. شو عم تعمل أنت؟ أذان اهدى، بعد عني شوي إذا بتريد. أذان، أذان، خلص اتركه. هاي، نزل إيدك. يمكن أنت من النوبيين، بس أمك المسكينة مرة وحدانية وأنت تاركها لحالها. آه،
أنا ممكن سامح عن أي شيء كان بهي الحياة، ما عدا ثلاث شغلات مستحيل إني سامح عليهم. إنك تهين عقيدتي أو تهين بلدي أو إنك تهين أمي. أزان أزان هذا مشان تعرف تتمسخر وتضحك على موضوع الزواج، وهذا مشان تعرف تغلط وتتمسخر على الدين يا غبي، وهاد لأنك خليت أمي تبكي. أزان إذا بدك تدافع دافع عن حالك مو عن العالم. أنا بدافع عن حالي وقت بسمع كلام الله. يا الله شو مشكلتك؟ ليش متضايق من هالرجال؟ شو عامل ليستاهل منك كل هذا الضرب؟ أنا بدي اشتكي عليك. ليكي شو عمل؟ شوفي شو عمل بوشي. أنا تزوجت مرتك بالجريمة، نقدر نعمل هالشي وما سمحنا نتزوج أكتر من وحدة. أزان الناس يلي مثلك بيستعملوا موضوع الدين لحتى يبرروا أغلاطهم. الزواج ماله هيك، هو مسؤولية وكبيرة كتير ولازم تداريها. تعرف إنه الدين بيسمح لك تتزوج أكتر من مرة، بس في شي كتير مهم وما بيصير تنسى، إنك تكون قادر تعيشهم حياة كريمة. ما بتعرف إنك إذا ضليت مع مرة وحدة هو شي كتير منيح؟ اسمعيني يا أنسة، أنا كتير قاري كتب دين وبعرفه منيح، ومستعد علمك كل كلمة موجودة بالدين. الدين ما له مجرد كلمة، الدين شي روحاني. يمكن تكون بتقرأ منيح بس ما قدرت تفهم. ما فيك تأذي شخص بس كرمال ترضي رغباتك أنت. إذا تزوجت مرتين ما ارتكبت جريمة. بس إذا قصرت بحقوق الأولى على حساب الثانية بتكون عم تعمل جريمة بحق التنتين، وما بيسمح فيه الدين ولا الإنسانية. أنت لازم تكوني معززة مكرمة وتضلي تضحكي.
شاء الله. أنا مو شايفتك قبل هالمرة، أنت مين؟ نسيت قلك يا أمي إني محضر لك مفاجأة، وهي هي المفاجأة. شايرة سعيد هي كانت عم تدرس معي بلندن. بحكم العادة الكبار هن اللي بيحكوا هذا الحكي، بس هلأ أنا مضطرة أحكي لأنه أنا ما عندي حدا كبير هون. أنا وآزان منحب بعض من زمان وناويين نتزوج. ما فيك تتزوجي آزان، أنا خطبت له بنت تانية. أمي؟ مين؟ أنا. بيبعد عنك وبيجمعك وأحياناً بيكسرك، بس بيعطيك أمل. نور، لك نور، نور اسمعيني شوي. نور، معقول نتزوج انا وياكي؟ ايه ليش لا؟ من لما كنا صغار انا محتفظه بكل اسرارك. انت كنت تهرب على السينما وانا كنت غطي عليك. طيب انت كسرت مزهريه الورد وانا تعاقبت. بعد ما رحت على لندن من زعلي ما وقفوا دموعي، وبعدين رايح تتزوج هالبنت الغريبة؟ ايه ما حذرت، ما رح اسمح لها تاخذ مكاني هالبشعة، واضح حكي؟ كنا كل يوم نحكي مكالمة فيديو، بس على فكرة انت ولا مرة قلت لي انك بتحب وحدة تانية. لك نور يا مجنونة، انا كنت بدي اعمل لك اياها مفاجأة. في فرق بين المفاجأة وبين الصدمة آزان. طيب استني شوي وقلي لي هلا، انت ليش ما قلتي لي انه امي عم تجهز لعرسنا أنا وياكي؟ نور، الملكة كان بدها تفاجئك وتفرحك، بس مشان أنت وياها تفاجئوا بعض موتي نور. ايه نور، نور ليك اسمعيني شوي، أنت رفيقتي الحلوة من لما كنا صغار لوقت كبرنا ونحن سوا وكبرنا سوا. نور أنت بتعرفي كل شي عني وبتعرفي كمان كيف علاقتي فيكي، بس أنا بس انت ما بتحبني. انا بحبك نور، بحبك فوق ما تتصوري، بحبك مثل اي اتنين رفقات تربوا وعاشوا مع بعض من وقت ما كانوا صغار. بس قلبي انا مع حدا تاني.
آذان حكى كل شيء وكان صريح كتير مع نور، بس كان لازم أعرف إنه في حب خفي بعلاقتهم حتى لو من طرف واحد. من لما وعيت على الدنيا بحلم إني صير حبيبتك ومرتك. يا نور اسمعيني شوي. ما ضل وقت لأسمع منك شيء آذان. أمك قالت كلمتها وما رح تقدر تزعلها، وبدك تتقبل هالواقع وما فيك تغير أي شيء. صار لازم روح بالإذن منك. شايرة، شايرة استني. هلأ صدقتي إنك ما رح تكوني عروسته؟ لوين رايحة وتاركتي لحاله؟ أنتي وعدتيني جلالة الملكة إني رح كون كنتك ورح صير ملكة بوبال بعدك، بس اليوم بعرف إنه ابنك قلبه مع وحدة تانية غيري أنا. نور منحكي بعدين. لا حبيبتي. لا يا أمي، بدي أحكي هون والكل بدهم يسمعوني. الشي اللي إلي أنا لازم أخده ولو بالغصب، لو بدي قاتل وحارب وموت لحتى أحصل عليه. بس لما ما بيكون لإلي بدور على حل تاني لأحصل عليه. بيقدر يتزوجنا اتنيناتنا. نور؟ شو؟ شو بدك من نور؟ العرض ما عجبك؟ بتحب أعمل لك دراما؟ بترجاك آذان، أنت إلي لحالي، مفكرني سخيفة؟ آذان، الشاب يلي ما قدر إنه يحبني كيف بدي أتزوجه وكون مرته؟ الأحسن إنك تضل رفيقي. آه منك يا نور، أنت فعلاً وحدة كتير. بعرف مجنونة. ما توقعت عقلك كبير لهالدرجة. آذان فعلاً معه حق. بشو؟ بإني مجنونة أكتر منك أنت؟ إنه ما في قلب بالدنيا أكبر من قلبي. بترجاكي بترجاكي وقفي لي هالحكي لو سمحتي. هو كان لإلي وصار لإلك، ومهمتك هي تنتبهي عليه. أنا حرة هلأ. أمي وين القطعة يلي فصلتها الملكة رازية مشان آذان ومرته الحلوة المستقبلية؟ Thank you.
تطلعي فيني. شو بدك مني أمي؟ لما تكبر البنت بتصير الأم تخاف عليها من الناس، واليوم الحلوة نور كبرت وصارت صبية. ليش عم تبكي قليلي؟ لأنه أنا ما بدي أكبر يا أمي، أنا ما بدي أصير كبيرة. بس الواحد يصير كبير بالعمر بيتعب وما حدا بينتبه أو بيسأله أنت شو خسرت؟ آذان؟ نور أنت ما حبيتي لآذان مو هيك؟ عم بسألك جاوبيني، انت حبيتي لآذان يا بنتي؟ يطلع على حاله بالمراية. أمي معقول أنا حبه لهاد؟ لكن ليش عم تبكي يا روحي؟ لأنه أنا هلأ ما عاد صير ملكة بوبال الجديدة يا أمي. شو؟ أنا كان بدي ألبس مجوهرات وذهب وبدي إياهم يكونوا غاليين كتير مثل جلالة الملكة. كان بدي أرفع راسي وأنا ماشية هيك وألبس هالفساتين والأحذية وهذا الخلخال الغالي كتير يا أمي. هلأ مشان هيك عم تبكي؟ عن جد بدك كل هاد؟ أمي كل بنت بتحلم بهالشي، بس هلأ خلص الحلم، أنا رح ضل مثل ما أنا. وأنا رح أقول لك كيف بكون أنا. أنا الأم يلي رح تشلح من رجلها وتضربك على وشك. تعالي لهون، تعالي لهون، تعالي أقول لك، تعالي لهون، تعالي لهون، عم أقول لك وين رايحة، تعالي لهون نور، واقفي عم أقول لك، لا تخليني أركض وراكي مثل الأولاد يا بنت، عم أقول لك. الله ما طعم لا راحة البال ولا الصبر لهي البنت، بس عطاها الصدق، وما في شيء أعظم من الصدق يا حبيبتي. نور مثل ما هي تتصرف قدام الكل. نور فيكي تاخدي كل هاي الهدايا؟ ما بدي هدايا مستعملة، عيب. طيب شو بدك تطلبي يا نور؟ عريس، بدي عريس أحسن من آذان. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.